Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire son choix. Alors moi, je vais vous aider à faire facilement votre choix. Comme vous savez, on a deux sujets au choix proposés au baccalauréat et vous êtes censé choisir un seul sujet. Mais je ne sais pas si vous avez deux sujets ou deux sujets. Donc, on a un historique. argumentatif ou l'appel. انا واش نقول لكم انا اسهل سوجي هو لابيل. بون حنا كيما على بالنا انا مانيش نهضر على لا نوفيل فانتاستيك جامي لحقنا ليها واصعب اصعب حاجه هي لا نوفيل فانتاستيك. الوغ السهله هي لابيل. الثانيه هي الهيستوريك. الثالثه هي الارغومونتاتيف. علاش؟ باسكو هذا الي كومبلكس. هذه ثاني اي حاجه فيها ناراسيون بسمو دي بلو ديفيسيل على هذو باينين هذا وهذا ساهلين. هذو كشغل يحكي يعطي رايه كشغل لازم تفهم لازم بزاف تفهم. ليستوريك شوفوا احداث نفسها لي ميم زيفينمون هنا ليستوريك باغ اكزومبل كيحكي لك على لو 8 مي وانت راك ما تعرفوش بالعربي بالفرنسي ما تعرفش واش راح دير. دير لا تراديكسيون انتيغرال يا اخي. تايا في التاريخ والجغرافيا قريت على هذا الحادث اي خلاص مادام قريت عليه يعني راهو ساهل. تبدا دير نفس الاشياء اللي راهي هنايا كي شغل تبدا تتخايل في هذاك ليفينمون كيفاش قريتو في القسم نتاعك باش شويه تنحي هذوك لي زوبستاكل هذوك العثرات هذوك اللي ما يخلوكش تفهم. بون راح نزيد نوريكم طرق اخرين دي زاستوس يعني عفسات هكذا من على حسابي انايا. دوكو راح نوري لكم هكذا يعني براتيكمون الاسئله هذو كيفاش ماسين في لي سوجي يعني راح نديرو اون سامبل براتيك. انا نعطيها لكم جلوبالمون واش راح نديرو. راح اولا تشوفوا المعارف تاعكم تشوفوا لي كونيسونس دو باس تاعكم ولا تشوفوا لي بريغوكي. واش هما لي بريغوكي؟ يعني واش تعلمتو من قبل. عندكم بار اكزومبل لي مو هيستوريك عندكم لي راهو عنده بزاف باجاج على لي مو هيستوريك وراهو عنده ان سافوار يعني معلوم مات على الهيستوريك وعندو ان سافوار فير. واش هو لو سافوار فير؟ يعني طبق بزاف لي سوجي تاع الهيستوريك. الوغ هنايا يقدر يابوردي نورمال هيستوريك لكن مالف يدير لابيل يدير لابيل يعني باسكو علاش كل حاجه وعندها مقومات تاعها عندها لي كاركتيرستيك تاعها. راح تشوف لو باجاج لينغويستيك كيما قلت لك يعني فوكابولير كاين فوكابولير هيستوريك راني ديجا درتو كاين ارغومونتاتيف ولا كاين لابيل. كل واحد عنده المميزات نتاعو رانا درناهم وابورتيناهم وهضرنا عليهم. بون كاين واحد يلقى صعوبات بار اكزومبل يلقى صعوبات في الارغومونتاتيف ما كان له ما يديروش. نروحو دركا لا فورم دو كيسيون هذه هي اللي راني حبيت نوريها لكم. لا فورم دو كيسيون لي جي سو فورم دو تابلو لي جي سو فورم دو تابلو هذا مليح. علاش؟ باغ اكزومبل الا كان ارغومونتاتيف هو حب يخير الارغومونتاتيف وجاه واعر جاه واعر وما فهمش والو في النص هذاك يروح يشوف التابلو. التابلو باغ اكزومبل دي لو بور بور لا ديفيرسيتي كونتر لا ديفيرسيتي. هنا كي شغل يبدا يفهم وش هو هنا اولا راح يلقى لو تام ثانيا راح يلقى لي زارغومون يعني هنا راهو ليك سهلت عليه المهمه. نعطي لكم دوزيام شوا دو كيسيون لا كيسيون دو سينتيز. لا كيسيون دو سينتيز راهي مليحه. لا كيسيون دو سينتيز راهي مليحه بزاف باسكو علاش سورتو لي فيها تيكست لاكونير. تيكست لاكونير هذا التيكست الفارغ هذا اللي فيه لي ترو هذو نقولوا له تيكست اترو هذا راهو لي كيشغل هو الحوصله كامله نتاع النص. وهذا هو الا درت هذا سبق دير هذا وفهم كامل النص. الاجوبات تلقاهم هنا الكونترونتي تقدر تجبد ديرو منها تقدر. واش هو هذاك اللي حابس في راسه مره يقدر يدير لاكروش ومن بعد يقول لكن هذا لوتور لي وحده اللي راه يهضر مش ارغومونتاتيف يكون هيستوريك يقول لوتور دي كو هكذا هكذا إل أجوت كو داخل برك في الفواصل إل بصح أكونديسيون لازم يديرو صحيح يعاود يقراه يعاود يقراه يعاود يقراه حتى يأكد عليه هذا مليح. هذه أهم كيستيون في النص. هو سهل هنا لكن باغ اكزومبل تلقاو إيل هنايا ولا سوجي في البلوريال تحوسوا على فيرب
او انتي، لكن هنا تلقاو لي تحوسوا على كلمه وتخلص بالاس ولا بالاكس. لكن هنا بار اكزومبل فيرب وكاين لي زاد فيرب لازم ديروا هنا ادفيرب. المهم هنايا لكن ادجكتيف بار اكزومبل تلقاو كلمه هنايا وموراها تلقاو ادجكتيف. يعني هنايا لازمكم تكونوا لازم ديروا تدريبات على هذا. واقيلا ندير لكم ان فيديو على هذه باسكو هذه مهمه بزاف. بون راح نشوفوا تكست. تكست اللي عنده ان تيتر هايل ثاني مليح، ينحي لومبيغويتي، ينحي الغموض هذاك اللي في النص. الوغ واش قلنا؟ شوازيسي ان تكست كي ا ان تيتر دي طابلو كيما قلت لكم هادو. باسكو علاش ثاني في التاريخ هذا كيعطي لكم 1900 هكذا 1400 كشغل راه يسلط لكم الضوء. il se focalise sur les événements importants، يعني راح يشوف لكم فقط لي زيفينمون امبورطون. صافي هنايا واش راح نديرو؟ راح تشوفوا لي زيفينمون المهمين راح نديرو عليهم كونترول دي اوسي. بون كيما قلت لكم ها هو راه اللي يكون فيه طابلو، اللي يكون فيه تكست لاكونير، يكون فيه كلاسمون، هذا راه يعطي لكم شغل يسهل عليكم النص نتاعكم. بون هنايا لا برودكسيون، لا برودكسيون لكن لقيت برودكسيون يعني كنت ديجا خادمها ولا هكذا معليش خدمها. اذا كان بار اكزومبل كونترول دو اوبجيكتيف راهو تاع لارغومونتاتيف راهو واعر، لازم يكون عندك طابلو كيما هذا تفهم، ولازم يكون عندك لي تيرم هذوك اللي نستعملوهم وراك فاهم مليح ومالف تخدم، سينو راك تدي فيه الزيرو. انت راك تقول اني خدمت وراني هكذا كيما شفت في اليوتيوب كيما اسكو صح طبقتها هكذا، باسكو راهو لازم له هذا الشغل لازم له دقه، لازم له دقه كبيره. هذا هو نوري لكم انا بعض لي سوجي لي ساهلين. هذا كيما هذا ندير في 2016، هذا انا بور موا راهو ليك اصعب سوجي، صعيب ما كاين ني طابلو ني والو. وشوفوا هنايا لا كيستيون دو سينتيز ما عطاولهمش لو شوا، ما كانش لو شوا، هذا ما بروبو هو اللي يفهم ويروح يجبد من النص. هذا اصعب نص ما فيه والو، شوفوا لا تيتر لا حتى حاجه. عندك حاجه لو شابو، بغيت نزيد نعاود نقول لكم ثاني لو شابو مهمه، لو شابو راهو ثاني هايل يمد معلومات هايلين. لو شابو راهو مليح. لا سول حاجه المليحه في هذا هو لو شابو. بون نزيد نوريكم واحد اخر، هذا يعني نقدروا نقولوا على لو طابلو هذا مليح. هذه لا كيستيون دو سينتيز ثاني هايله، هذا نقدروا نقولوا مليح بصح شويه طويل. مي من اول جاي لي سوجي دو باك ما همش طوال، محسوب نقصوا لهم شويه لو فوليوم. نزيدو نوريكم هذا اوسي لي فاسيل، هذا ثاني سهل. هاو فيه هكذا، هاو ديجا عطى لكم ال على من تولي، هاو هنا ديجا يلمح لكم على واش راهو يهضر. ها هو هذه ثاني هايله هايله، هذه تقدر هكذا برك تقول بار اكزومبل لوتور دي كو سو ميتيران هكذا 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 il ajoute que 20 ans après en France. ها واش صرا هذا، واش تقدر دير وتزيد له شويه عفسات هكذا وراك درت واش تحب. هذا تاع لا غيوتين اللي درناه انا وريته لكم كيما هذا ثاني سهل. الكلوناج هذا مالغري هو ارغومونتاتيف يتو، مي نقدر نعتمد على هذا الطابلو، ندير هذا الطابلو نزيد نعتمد عليه وندير به الكونترول دو. راني وريت لكم في السوجي كيفاش درناه. هنا تقول بار اكزومبل لي بارتيزون، شوفوا مادام كاين ارغومون بور ارغومون كونتر، الوغ هادو واش نسميوهم لي بارتيزون، وهادو واش نقول لهم لي زوبوزون. لازم انت تعرف تسمي ها لي زوبوزون تروف كو ولا جوج كو لو كلوناج اي بار اكزومبل فوالا ايت اون بار اكزومبل نو فيرسمون دو فوندمون لا فان بور لو كلوناج اتر فيفون انفلونسي بار لو انفيرونمون بولفيرسمون. المهم تهزوا واحد ارغيمون بور وارغيمون شتا واحد اذا كنتو ما كنتوش متاكدين بزاف، وراني وريت هنايا في السوجي تاعي كيفاش تخيروه. صافي هذاك مليح قلنا، هاي راهي لا كيستيون دو سينتيز هايله، هاي
تقدر هنا ثاني تهدر عليه عادي ودير كونترونتي تاعك. وعند هذا هو يعني الوسمو. ان شاء الله كنت عاونتكم بزاف باش تخيروا. نخليكم ونقول لكم سلام.